السلام عليكم ورحمة الله بقناة عبدو سبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. على كل حال ثلاث مواضيع في عجالة خاوتنا، مواضيع جميلة وجميلة جدا. سعد بن رحمة حد ذاته وسط عام وتكلم فايدة لوزيج على فريق الوطني وجمال بالماضي خاصة، وزيد على ذلك الوقاية الصحية اللي حطتها لازم يشوفوه. اليوم رايحين كوت ديفوار، لازم تشوفوا الفيديو من لما اتكلم على الصحة واش حطت بالبند العريض كل شيء، واش راح يصرى واش راح ديروه في هناك في كوت ديفوار. هذا الفيديو مخصص خاصة اللي راهم رايحين لكوت ديفوار من جماهيرنا الكرام، اللي ان شاء الله يروحوا ويجوا بالصحة ان شاء الله. تابعوا معنا الفيديو. ميركاتو ويست هام يحدد سعر بن رحمة. يجذب سعيد بن رحمة حاليا اهتمام العديد من الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفتح ويست هام ناديه الحالي الباب أمام رحيل محتمل في يناير الماضي، مما أتاح الفرصة للعديد من الفرق المهتمة بخدماته. لذلك حددت إدارة هامرز مؤخرا سعر الانفصال مع الفنك. ولا يزال الوضع لم يتغير بالنسبة لبن رحمة مع ويست هام، لا يزال يواجه صعوبة في هز الشباك، 0 أهداف في 21 مباراة ويقدم أداء غير متناسق. ولم يتم اختيار لاعب الجزائري الدولي 25 مباراة دولية حتى من قبل مدرب جمال بالماضي لكأس إفريقيا التي ستبدأ في غضون أيام قليلة. ومع ذلك فإن العديد من المتقدمين الذين يدركون جيدا أن هذه مجرد مرحلة سيئة بالنسبة للمهاجم يستعدون لتجنيده هذا الشهر، ويعتزم ويست هام أيضا استكمال الملف قبل نهاية فترة الانتقالات، ولذلك فهو منتبه لكل عرض لبن رحمة. تجد الإشارة إلى أن الإدارة تنوي بالتأكيد بيع اللاعب الجزائري وليس مجرد إعارة، ما راح يبيعوه ديريكتومو، ما يبيعوا كوارتو وليس بمجرد إعارة اللاعب. أوجيسينيس ومن بين منافسين أوجيسينيس راه مهتم بهذا اللاعب، بين المنافسين الأوروبيين يتنافس فولهام ولفرهامبتون، ويبدو أن أولمبيك ليون أكثر اهتماما. وبحسب موقع فوت ميركاتو فقد تقدم فريق بالفعل بعرض تعاقدي للنادي الإنجليزي من أجل تأمين خدمات بن رحمة. ومع ذلك فإن المهمة ستكون أكثر تعقيدا لأن بالإضافة إلى الاضطرار إلى إقناع أولمبيك ليون اللاعب. يطالب ويست هام برسوم انتقال قدرها 23 مليون يورو. سعيد بن رحمة راح مدايرين له امبري، سما قيمة السوقية ديالو راهي 23 مليون اورو. كاين عدة فرق اللي ذكرناهم، اولمبيك ليوني واوجي سينيس وفرق وفولهام وليفر هابطن، هادي تاني راهم حابين سما يدوا هذا اللاعب. ان شاء الله حنايا سعيد بن رحمة يروح يبدل الاجواء، بالك يلقى روحه ويزيد يلقى روحه حتى في المنتخب الوطني ان شاء الله. الان نروحوا للموضوع الثاني، وهو موضوع فايده للوزيج، وحيد حال للوزيج كما حنايا تحلو لنا نقولوا له. تكلم على جمال بالماضي، سمعوا معنا واش تكلموا على الفريق الوطني ككل. مع اقتراب موعد بطوله كاس الامم الافريقيه، بدا المشجعون والمراقبون لكره القدم الافريقيه في تسميه المرشحين المفضلين لديهم في المسابقة. هذا هو حال وحيد حالي لوزيج مدرب الجزائر الأسطوري السابق الذي كان على مقاعد الأخضر خلال كأس العالم 2014. وفي حديث لوسائل الإعلام وين وين، تحدث المدرب البوسني الشهير وحيد حالي لوزيج عن شراسة المنافسة في إفريقيا بعد أن درب منتخبات عظمى في القارة مثل ساحل العاج 2008-2010، الجزائر 2011-2014، المغرب 2019-2022. يعرف الفني جيدا أنه لا يملك الاستهانة بأي فريق، ومن خلال متابعته لتطور كرة القدم في إفريقيا كشف أن العديد من الفرق يمكنها أن تفوز باللقب بما في ذلك الجزائر. وأضاف المنتخب الجزائري يمتلك إمكانيات والطموح للفوز بكأس إفريقيا مثل العديد من الفرق الأخرى، وتؤكد الجزائر منذ عدة سنوات أنها من أفضل الفرق في القارة بقدراتها الفردية والجماعية الكبيرة. الجزائر تتمتع بمستوى عال جدا بلاعبين شباب وذوي خبرة. وقال خالي لوزيج: لقد كان هناك دائما الكثير من المواهب في كرة القدم الجزائرية.
كما انتهز المدرب السابق للخضر الفرصة لتقديم النصح بشكل غير مباشر لزملائه المدربين واللاعبين الذين سيشاركون في المسابقة مؤكدا على حسن إدارة إرهاق اللاعبين وروح الفريق الجيدة التي ستصنع الفارق بالتأكيد. وأضاف: أعتقد أننا سنحظى بكأس إفريقية عالية المستوى لأن العديد من النجوم والفرق الكبيرة سيشاركون وسيكون هناك 6 أو 7 فرق تتنافس على اللقب، والفوز بالكأس سيعتمد على بعض التفاصيل مثل الإرهاق وروح الفريق. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تمنع الفريق من الفوز باللقب، أكد. تحية جميلة جدا لبالماضي والشعب، تماما مثل خليل وزيج بالماضي هو المدرب الأسطوري للخضراء والذي لسنا مستعدين لنسيانه. بعد عدة عقود أراد المدرب البوسني أن يشيد بعمل الرئيس الحالي للجهاز الفني وكذلك بالشعب الجزائري الذي يقدر كثيرا، وذلك يواصل الحديث عن مآثر بعد عقد من الزمن تقريبا. بالماضي قام بعمل استثنائي، فاز بكأس الأمم الإفريقية 2019 بعد كل نجاح كبير، واجه الفرق الصعوبات في الحفاظ على مستواها العالية، وهذا يحدث لجميع الفرق. ومع ذلك فإن بالماضي يدير المنتخب الجزائري بشكل فعال، وقال وحيد إنه يعرف عقلية وإمكانية اللاعب جيدا وخاصة اللاعب الجزائري، والنتائج تتحدث عنه. أحيي الشعب الجزائري بحرارة، أمل أن تتاح لي فرصة في يوم من الأيام للعودة إلى الجزائر كسائح عش لحظات لا تنسى مع المنتخب الجزائري، خاصة خلال مشاركتنا في كأس العالم بالبرازيل. وختم قائلا: هذه ذكريات لن أنساها أبدا وستبقى محفورة في قلبي وعقلي. هذا ويتكلم فايدة للوزيج على كأس إفريقيا وعلى الشعب الجزائري وعلى حتى الاتحاد الجزائري وعلى جمال بالماضي، اللي يعرف قيمة المدربين، هم كيفاش يتكلموا على المدربين، يعرف قال لك النتائج ديالو هي اللي تخليك تهضر، وهضر عليه كلام قال لك بقى سما مستابيليزي في النتائج، خلينا من النكسات هادوك، لكن بقى مستابيليزي موراهم مازال تخسر. والحمد لله راكم تشوفوا اليوم الفريق الوطني في طور انجاز فريق ومازال ما خسرناش. شكرا بايضة للوزيج محبوب الجماهير الجزائرية. والآن في عجالة راح نجي للجماهير ديالنا، جماهير الجزائر اللي نحبوها كاع، لما تكون تهتف بهذيك وان تو تري بيفا لجيري والله غير اللحمة كيتشوك حبيت ولا كرهت، ما تكونش جزائري الناس مسرقوها لنا تاني لا علينا. اليوم راح نتكلموا على خطة صحية خاصة لضمان سلامة الجماهير الجزائرية. خاوتنا اللي راهم رايحين غير يسمعوا هذا المقال اللي دارت وزارة الصحة، هي انه مقال جميل كل شيء وشحيص راه هضرت عليه، سما باش تبعدوا عليه وما تمشيوش هذوك الحوايج. ربي يستركم خاوتنا، راكم خاوتنا عند الله، ان شاء الله تروحوا سالمين وتولوا سالمين. هذا ما كان تابع معنا كأس إفريقيا لأمم 2023، خطة صحية خاصة لضمان سلامة الجماهير الجزائرية. تحظى صحة المواطنين بأهمية قصوى خاصة بالنسبة لأولئك الذين يخططون للسفر إلى الخارج، وفي حالة المشجعين الجزائريين الذين يعتزمون السفر إلى ساحل العاج لدعم الفريق الوطني لكرة القدم. خلال كأس الأمم الإفريقية وضعت وزارة الصحة خطة واقية صحية، وتتضمن هذه الخطة سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ضمان أمنهم الصحي أثناء سفرهم. وذكرت الوزارة في بلاغ صحفي حول الموضوع: المواطنين الراغبين في السفر إلى كوت ديفوار بالإجراءات المتخذة لهذا الغرض لضمان سلامة المشجعين قبل وأثناء وبعد إقامتهم في البلد المضيف، ويتعلق الأمر قبل كل شيء بواجب التطعيم ضد الحمى الصفراء بحسب مصدر ذاته وبعد التأكيد على أن التطعيم يوفر الحماية اللازمة ضد هذا المرض، وأنه يجب إجراؤه قبل مغادرة البلاد. سمعوا مليح، قبل مغادرة البلاد. أشارت الوزارة إلى أن الأشخاص المستفيدين من التطعيم يمكنهم الحصول على بطاقة تطعيم دولية. بالإضافة إلى ذلك، توصي الوزارة أيضا بالعلاج الوقائي ضد الملاريا والذي يتضمن تناوله الأدوية بالمناسبة قبل وأثناء وبعد الإقامة في البلد المضيف. لهذا أراد استدعاء المراكز المتخصصة للتطعيم ضد الحمى الصفراء والعلاج الوقائي ضد الملاريا، وهذه هي معهد باستور للجزائر العاصمة والمستشفى الجامعي باب الواد USPS وعنابة USPS جوفرون دومار وهران
وحتى في وهران ثاني قال لك سمع عندهم تما لي اس بي اس ديالهم وين يروحوا يديروا التطعيم. الى ذلك شددت وزاره الصحه ايضا على ضروره احترام الاجراءات الوقائيه طوال فتره الاقامه مع الحرص على ارتداء القناع الواقي اذ لزم الامر وغسل اليدين بالماء والصابون او عن طريق الاحتكاك بمحلول كحولي مائي. اهميه حمايه نفسك من وضد فيروس نقص المناعه البشريه STDs الامراض المنقوله جنسيا. خوتنا الكرام ان شاء الله تبعدوا كاع على هذا الامر لانه امر ما يحبه ربي وزيدهم امراض. لا علينا. وفيما يتعلق بالاجراءات المتعلقه باحترام النظافه الايدز HIV هدايا الغذائيه، اكدت وزاره الصحه ضروره تناول المياه المعدنيه وغسل الفواكه والخضروات جيدا في مياه الشرب وغسل الايدي بشكل صحيح بانتظام. علاوه على ذلك وبهدف الحمايه من لدغات الحشرات اوصت بارتداء الملابس الخفيفه التي تغطي الجسم كاملا، السراويل والاحذيه المغلقه مع استخدام المنتجات المضاده للحشرات والمستحضرات والبخاخات والكريمات على الاجزاء المكشوفه من الجسم مع تكرار تطبيق المنتج. وشددت الوزارة أيضا على ضرورة التشاور الفوري في حالة الإصابة بالحمى أثناء إقامتك وعودتك إلى البلاد. وأخيرا واغتنمت وزارة الصحة هذه الفرصة دعت جماهير المنتخب الوطني إلى التزامهم بهذه الإجراءات حفاظا على صحتهم. حنا داك شنو نحوسوا الصحة ثم الصحة لولاد بلادنا لجماهيرنا اللي راهم رايحين شاغوفين على هذا الوطن وعلى هذا الفريق الوطني. نتمناو احنا حاجة الأولى هي الصحة تاع المواطنين، هذه هي الأولى، ما تغني لي والو. من بعد يجي الفريق الوطني ويجي الهتافات ويجي الغناء والعياط في التريبيل. خاوتك وسمعت وزارة الصحة لهنا حوايج بخاخات هذوك ديال اللي كلام في وجهك على باش ما يقرصكش هذاك الباعوض ديالهم والحشرات، لأنه صعبة وصعبة جدا. بعدوا على الأمور اللي ما يحبهمش ربي لأنه يزيدوا يجيبوا الأمراض. وهذه صحتكم في اللعب خاوتنا. كان والو نروح نصل الفريق الوطني ديالي، لكن ناخذ احتياطاتي لانكم في كوت ديفوار فيها امراض وامراض، وخاصه الملاريا اللي راهم يتوفوا بها ملايين الاشخاص في السنه. هذا واش كان عندنا وجعبتنا اليوم. شاركوا معنا بقناه عبدو سبور. ان شاء الله كنت نقرا رابيد باش نكملوا الفيديو رابيد لانه 15 دقيقه على بالي طولت عليكم. شكرا لكم، شكرا لكم. تابعونا بقناه عبدو سبور، فعلوا الجرس. سلام.